قطعة حديدية صماء ظلت على مدار قرون عديدة الآلة الوحيدة التي تفي بكي الملابس وتركها في أبهى صورة، رغم ثقلها يمررها المكوجي برجله على الأقمشة بخفة ومهارة، وكأنه يرسم لوحة من نوع خاص بعد أن تحمى على لهيب النار. اسمي مجد أبو جرد. مقبرة رجلي أساساً بتاعت أبونا الكبير المعلم عازر، أساسها في لوكسور المعلم عازر. الحل ده بقاله النهارده 60 سنة. المقبرة رجلي دي يعني يعتبر على مستوى محافظة لوكسور فيش غيرنا. دي بالظبط مخصص للحاجات الأصواف اللي هي كجلابية، عباية، الحاجة التقيلة. تبقى درجة حرارتها عالية جداً جداً. ده أساس المقبرة ألماني. فيها نسبة رملة من جوه بتحتفظ بالسخونة بتاعتها، عشان تسخن ممكن تاخدها نص ساعة. بالنسبة للكهرباء غالية حاليا، يعني الغلاية اللي عندنا يعني ممكن لغاية ما ترفع، بس لغاية ما تحمل البخار ترفع لحدود 15 كيلو، لكن دي أنبوبة بوتاجاز ممكن تاخد معايا أسبوعين أنبوبة بوتاجاز. ملابس العلماء والمشاهير وأكابر القوم على اختلافها كلها كانت تمر بذلك الدكان الصغير المتواضع، لا سيما الجلباب الصعيدي من الصوف الثقيل. رجل اللبيس بتاع الإذاعة والتلفزيون بتاع المسلسلات الصعيدي ما زال بيجي لنا هنا يبعث لنا هدومه. أي مسلسل بيعمل في الصعيد في جنة أو في لوكسور بيبعث لنا اللبس بتاعهم هنا. ممكن الجلابية تاخد معايا نص ساعة. على البخار ممكن أعمل 10 جلابيات في نص ساعة. القماش اللي نزل جديد حاليا الصوف بتاع زمان انقرض. حاليا معظم الصوف فيه بلاستيك. الصوف الإنجليزي ما يفرش بالمقوى البخار، لازم مقوى رجل أو مقوى حديد. ورغم اختلاف الزمان وما يواجه المهنة من خطر الاندثار، ما زال للعم ماجد زبائنه يقصدون دكانه بسوق الأقصر السياحي. في سياحة بتيجي هنا، وبقول لك المهرجان كان في الأقصر من أسبوعين كلهم بيصوروا معنا، مش هنغير، والأجيال اللي طلع أولادنا بنعلمها تراث بتاع جدنا وأبونا أنا ومعايا أولادي ما متعلمينه. استمتع بدي لأن دي كلها فن، طول ما احنا عايشين وأولادنا عايش وأولادنا هتجيب أولاد برضه وما مش هتنكروا. الكي بهذه الطريقة التراثية أكبر من مجرد مهنة بالنسبة للعم ماجد، فهي جزء لا يتجزأ من عمر قضاه، ذكريات طفولة وشباب ورائحة من أسلافه الماضي.